ما ممكن يضل يا اخي، حرام عليك يا اخي طوالي انت والشعر دعين لي قدام نسوان الحله. يا مرة انت ما يرمى غيروني ما يرمى نسوان الحله لا يرمى عليك. كيف يعني مالك ومال نسوان الحله؟ نسوان الحله شابكني، راقيك الوحيد اللي ما بمشي الجمعيه، راقيك الوحيد اللي قاعد في البيت حارس البيت، الرجال كلهم في الجمعيه الا انت. هذول الجمعيه دي جمعيه الامم المتحده، ما بمشي الا ذات الجمعيه ذا كلها تدخل بالبيوت اللي المجتمعين في البلاد ولا نجروا. يا اخي البلوله اخوي اجتمعوا في بيته ثلاث مرات. كم؟ ثلاث مرات. وما اجتمعوا في بيتي انا؟ والله ما حزنا، والله ما حزنا، البلوله هي الفنجان الفاضي اجتمعوا في بيته ثلاث مرات. اها ما فاهم ده اخترع اختراعات وسنوا عليها يا زولا. والله والله هانت الزلام الذي تاكلها الورملة. والله ده كلام عجيب. اقول لك كلام، سبع اجتماعات اللي قدام كنا هنا في البيت انا باكر دي بمشي ناس اللجنه. ليه باكر؟ انا دي مشيت ليهم ولقيت رئيس اللجنه وقلت لهم انت لازم تيجي تجتمع في بيتنا وفي ظل موافق بس يكون جايين بي وراي. جايين طوال الاجتماع كنتوش؟ اي واهم حاجه يفضل هون اخترحوا وانت لازم تسني عليهم. لا انا ما بسني، انا بقترح وهم بيسني. بس ده الكلام. هاي هذول هم جايين في بيتي اخترحوا، انا ما بخلي ذول اقترح هنا. انا البلوله اخترحوا سنوني. الله يا هانت هانت على البلوله ذاك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نحن حقيقه يعني سعيدين باللمه الجميله دي في بيت اخونا في ضيف. وطبعا نحن بنخطط لاحتفال ضخم جدا يعني بمناسبة الإنجازات العظيمة الكثير من الحقيقة يعني خلال الفترة السابقة، وكلها كانت من اقتراحاتكم النيرة، يعني كل دول تقدم لي اقتراح ونحن يعني من خلال الاقتراحات دي قدرنا يعني نعمل شكل حي كده أشبه بالمساحة. فنحن ما شاء الله يعني الناس أحيت المدارس من جديد وضربتها جي ووفيا وبقت حاجه جميله ورونق جميل وسين المويه. ايوه والمويه برضه الناس ما قصرت يعني واجتهدت فيها لحد ما خلاص يعني كل بيت الان الحنفيات شغاله فل فل. الصهريج الجديد ذاته تم باقتراحاتكم وبدعمكم يعني وما قصرت والله، ونفتكر ده يوم عظيم جدا جدا وما اظن يعني ان احنا بعد دخل لنا فرصه ناقص في الحته دي كل الامور ظابطه وتمام تمام. لا ما تمام. ها؟ في حاجة ناقصة ما سويتوها. خير؟ اخوان احنا دي فيها انفلات امني. ها؟ هنا؟ انفلات امني. انفلات امني ده ما في انفلات. كيف ما في انفلات؟ حرام يا اخوان عزمونا يا اخي. يا اخي منهم مكتب في اسبوع. يا اخي في الاشياء ما تخوفونا سهل الناس. عشان كذا اخوان احنا عندنا في الاقتراح. اقتراح شنو؟ مصباح اقتراح. شفت انا عشان اجل انت بتجيب لي هنا البلولة انا ما قاعد اجي الاجتماعات. ما تجيب لي هنا. اظن ما انا بس انا كنت اقتراحك ما تقول لي انت بلولا خليني اقتنع بالاختراق بس. عاد انا بقترح انه يعني كل يوم يكون في زول مشرف على شوارع الحله بالليل لحد الصلاه الصبح كده الناس يصلوا يجوا يجوا الصلاه حتى هو يمشي عليها. لا وضح اكثر يعني شنو مشرف؟ مشرف كيف يعني؟ يعني دوريه؟ لا نعمل دوريه؟ لا ما في دوريه. الدوريه لا ميزانيه حله ما فيها ميزانيه ما تدورونا بها دوريه ثانيه معاك. طب حرام احنا قلنا لك هذول دوريه دايرين نعملها في الحدود دوريه في حدودنا هنا. ده دايره طاقه. دايره طاقه عليك اللي اساسها دايره باسطه، دايره حلبه، دايره دخن، دايره نشاط، دايره حاجات. لكن مع الزول بيمشي الجهود بيلف الحله دي كلها. يا اخي وبعدين اقول لهم كلام. يا اخي دوريه في الحله؟ هاي دوريه في الحله هاي في الليل مو زول حايل في الشارع في يا اخي الحله يا جماعه زول واحد فنتكلم على زول بكم. يلا يا اخوان نحن نكون منظمين، نحن متعودين انه اي زول يقدم اقتراح لازم تكون في تسمية. ايوه ففي في زول بيسني يعني اختراع اخونا في بلدة. ايوه انا ليش انا بنسني؟ انا بنزل يدك بيسنوا لك بنزل يدك وسني. اها وسني انا بسني. لا لا خلاص بعد ما حصل التسمية يبدا هو اختراح منجاز ومن الليلة ان شاء الله نحن حنبدا في الموضوع بتاع الدورية. ايوه وطبعا نحن دائما عندنا برضه نمط ماشيين عليه انه الزول اللي بيقدم اختراح نبدا دايما هو يبدا يعني الدوريه الليله عليه تاخذ اقول لك هاي افضل الدوريه كنت احسن تلقاها بعد الصبح هو حرام بيت البلول اخوي ده ما سرقوه الساعه واحده وربع ها؟ ما كلمتني انت البلول يكون عادي احنا كده اخوانا اقول لهم حاجه الدوريه الزول ده يكون صاحي يعني هسه اخونا في ضيف دي دوريتك تاني بالتناوب انت الاختراع ده اللي اخترعته تبدا انت ده انا ليه مفعول براي؟ هاي؟ انا ماسك الاختلاف.
واقف لك هنا برضه انا انت ماسك الاختراع. وزلني رايح الجنوب. خلاص شنو؟ لا لا كلامنا ما خلص احنا حسبناه وعصلني وافترض طوال يبدا هو صاحب الاختراع. يبدا عنده غير عادي. ها؟ غير. خلاص انت طوال. لا لا استاذ ما في حاجه. اجيب لك انا شاي. لا لا ها؟ لا 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 ودي قاعده كانت جميله وطلعنا برضه بمشروع يعني امني ظريف جدا جدا ونحن موافقين عليه على بركه الله. الحمد لله. يلا طيب ابو قد ايه قاعد وانا على شغل شايف مشروب. يلا السلام عليكم. فضيل 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 خلي انا في جماعه فينو مانو تنوم شنو؟ انت اللي رمش الدوريه حقتك؟ الدورية حق الدورية شنو هذا؟ إذا كان عم سياسة ساكت في زوج سياسي قالوا كلام طنبو ما كلام ماشي بالهواء ساكت نقول خلاص. هو يا فضيل أنت مش اقترحت الاختراع ده؟ أنا اقترحته ونطيت منه في شنو؟ فضيل قوم امشي على الدورية. أو الباب دقة الباب دقة ما يفتح. دوري جاي نص الليالي ده؟ ما بعرف ما ادري شو الباب. انا امشي اشوف البيت. ما هذول انت العود ما شايل لك شيء، بقيت لك هذيك بالعود ما شايل لك شيء، لكن انا ما ها؟ هو يفضل يا اخوان جايين انت كمان مستعجل كذي. جايين جايين خلاص انا ماشي. امشي. هاي انا ماشي. سوقني معاك. شوقي معاك انا يقول مرة مباراة كمان خايف؟ انا احنا ما نخاف. لكن انا خايف اقوم اقول لك كلام انا بمشي، حضرت حاجة مسرخة. انت كورتي. جايين يا اخ جايين يا اخ جايين. مش طالع ما تصبر على اللي يا خلينا نكون شايل خبر بيك مرحبا شنو؟ شنو؟ فيش هذا؟ فضيل هاي انت عينك عرفتني؟ ما عرفتك عفوا وين انت هذا الملف نفسه يقنع دورية ها؟ ما دورية وحرامة دار تقطع عيشي والله اختي ذاتي بختار ما بعرف لا ما عرفت نوش ما عرفتك هاي احنا قاعدين عيشنا في الليل. لا 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 عليك الله عليك الله عليك الله لا لا عب حلاحي جيب من الله قول هاي فتح عينك مفتحة احنا ناكل من وين نعيش من وين والله انت طيب نفسك بشرحها. لا 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 عليك 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 شرحها هاي عامل ايه فيها دورية دوري الانجليزي اللي ما تحضره بقطع دماغ غير ما هذا ده تقترح له مشحوب اعتبره مشحوب هذا ثاني في الملك ناس تجمعات اكثر فرتقت في الملك ناس انا قلت في الملك ناس انا بقطع لك الخرطك دي لا لا خرطك دي بقطع لك لا 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 ما حد معلش معلش يا ابو حلاح والله يا اخي داير منك حاجه انا داير منك انا عندي لك مقترح ايوه عامل مقترح لك ايوه كنت تزور الفلين الشعبيه عامل فيها قاري ومثقف ده وينظر لي من الصباح وانا ضطني جوا فاير عليه تسرق وهم اسرق منهم؟ تتلي في بيت تسرق بيت رئيس اللجنه؟ ايوه يا رئيس اللجنه والله رئيس الدوله انت مش تسرقه بس ما اقدر تقدر؟ لا 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 خلاص اقول لك كلام عن حلاحي ايوه انا ذات اصلا من زمان دي خفيفه لكن ما لاقي زول يقول لي الانحراف انحرف